قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله. إخواني الأفاضل، إن الموت سنة جارية على كل واحد منا، وكلنا سنغادر الدنيا وسنحاسب على ما قدمنا وما فعلنا. وكل واحد منا يا أخوان الكرام يتخيل ويستشعر أنه الآن محمول على الأكتاف. تخيل نفسك يا أخي الغالي، كلنا نتخيل أنفسنا أنك الآن على اللوح محمول إلى المقبرة. انظر إلى نفسك في هذا الخيال وأنت لا تستطيع الحركة، وتذكر أفعالك وأخطائك وذنوبك، وأنت تنظر إلى جنازتك الآن تذكر ذنوبك. فهل في تلك اللحظة تريد أن يظهر الله عز وجل شيء من أفعالك؟ أتريد الله عز وجل إذا دخلت في قبرك أخرج لك بعض أعمالك، بعض لا أقول كل؟ أحيانا يا أخوان الكرام لو يأتينا واحد وينصحنا يقول اتقوا الله، هذا حرام، هذا مكروه، نقول طيب جزاك الله خير، لا تشدد علينا. لكن لو تخيلنا الموت والقبر والكفن والنعش، هل نقول للناس جزاكم الله خير إن شاء الله لا تشددون علينا؟ ولا نقول إيه والله لابد أن نحن نحرص على أنفسنا أكثر من حرص الناس علينا. نحن الفقراء غدا، من لنا إذا وضعنا تحت التراب؟ من لنا إذا سألنا منكر ونكير؟ من لنا؟ كل شيء يا أخوان الكرام في القبر يشهد علينا، ما نملك لأنفسنا شيء. الإنسان في الدنيا يغفل، وما سمي إنسان إلا لأنه ينسى. والله إننا ننسى دائما، ننسى الموت وننسى القبر وننسى الجنة وننسى النار وننسى الله. وإلا لو واحد منا يتذكر الله، يتجرأ، لو واحد منا يستشعر عظمة الملك، لو واحد بس يتدبر ثلاثة أسماء من أسماء الله، السميع البصير العليم، لو واحد بس استشعر هالثلاث يتجرأ يعصي وهو يعلم أن الله سيسمع كلامه ويعلم ما في قلبه وكذلك يرى أفعاله. كم مرة الواحد منا يا أخوان الكرام أمام الناس قد يحافظ على أعماله وعلى جوارحه وعلى كلماته وعلى أسلوبه وعلى طريقته، لكن إذا خلى في بيته أو في غرفته أو من وراء الناس أو في مكتبه وأغلق الباب عصى الله تبارك وتعالى. هذا ما هو نسيان، هذا ما هو تنكس القلوب يا أخوان الكرام. لما أمام الناس البشر المخلوقين اللي احنا وياهم سواء، لن يعذبوننا ولا يملكون جنة ولا نار ولا سعادة ولا عذاب ولا شقاء ولا عزة ولا ذلة، نخاف منهم ونستحي منهم. والذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي بيده الجنة والنار، العذاب والشقاء بيده والسعادة والطمأنينة بيده، كيف أحوالنا معه؟ اللهم ارحمنا إذا قيل مات فلان، وارحمنا إذا دارت العينان وتأثر اللسان، وصور لك الحال فتذكر إن كنت من أهل الذكرى، خذ من دنياك ما تشاء، افعل من الكبائر ما تشاء، اشرب خمرا، تقلب مع الزواني والزانيات، اترك الصلاة، لا تعبد الله عز وجل، لا تسمع للقرآن، لا تصلي مع المؤمنين. لكني أخوفك يوم أن تسمع من الله عز وجل إلي بروح فلان، إلي بروح فلان، فقد اشتد غضبي عليه فطالما بارزني بالحرام، وسمع أني أراه فما عاد،
فما استحى من ملائكتي فكيف يستحي مني. يا الله يا الله يا الله اخبضنا على لا إله إلا الله، اقبضنا على التوحيد، اقبضنا على التوحيد يا أرحم الراحمين. فخفايانا لا يعلمها إلا أنت، وسرائرنا لا يسترها إلا أنت، ومعاصينا لا يعلم بها إلا أنت. اللهم اجعلنا نخرج من الدنيا وقد سترت عيوبنا. ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المشهد العظيم، لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور، لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم. تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا، وتبدو على وجهه معالم السكرات، وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا، إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله، إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله. يناديه رباه رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله، أعني ملك الموت، لكي ينادي: فيا ليت شعري هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم، ألا ليت شعري هل يقال يا أيتها النفس المطمئنة فارجعي إلى ربك من يوم نشر كتابي
وإذا سئلت عن الخطأ اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تعاملنا بما نحن أهل عاملنا بما أنت أهل أنت أهل المغفرة ولا قدمت لي عملا ليوم حساب نحن نعلم بجرمنا وذنوبنا ولكن رحمتك أوسع اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم إنا نحبك وأنت تعلم وتركنا كل شيء لأجل وجهك من ذنوبنا وخلواتنا فهل تراك يا رب تغفر لو عددنا فضلك ما أوحينا وما استوفينا وما شكرناك وحمدناك فاللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الثبات على لا إله إلا الله حتى الموت اللهم إنا نسألك الثبات على لا إله إلا الله حتى الموت اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تعاملنا بسرائرنا وعاملنا يا ربنا برحماتك ومغفرتك يا ذا الجلال والإكرام إنا نعلم أنك تعلم أن منا مذنبون ومنا مسيئون ومنا مخطئون ومنا من لم يخلص لك في عبادتك فاللهم سألناك بفضلك إلا رحمتنا اللهم إنا سألناك بفضلك إلا رحمتنا وغفرت لنا وتجاوزت عنا نحن الأسراء بين يديك نحن الضعفاء عند يديك منطرحين يا ذا الجلال والإكرام عند رحمتك اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة ناولنا كتبنا بأيماننا اللهم إنا نسألك الستر يا حي يا قيوم اللهم لا تكشف سترك عنا 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 من ليس يخفى عنه من قبح المعاصي خافية